ورجعنا لكم مرة تانية ومعانا النهاردة في نهارك سعيد إحدى المشروعات الصناعية الصناعات اليدوية المصرية لتصنيع الإكسسوارات والديكورات المنزلية بتصميمات ذات طابع مصري مميز جدا جدا. هنتعرف أكتر على المشروع ده وإزاي أنت ممكن تحول أفكارك وطموحاتك وأحلامك لفعلا واقع، يعني ما تستناش وانت اللي تبتدي تتحرك بنفسك. هنعرف ده من خلال بنتين مصريين جمال جدا وقدروا ان هم يحققوا احلامهم وطموحاتهم وما سمعوش لاي حد وقرروا ان هم يتجهوا ويعملوا حاجات حلوه جدا هنشوفها كلها النهارده. معانا بسمه ناصر وصاحبه احدى مشروعات الصناعات اليدويه المصريه. صباح الخير يا بسمه، صباح ازيك؟ النور. وكمان معانا مريم ياسر وهي بتتمرن في احدى ورش الصناعات اليدويه المصريه. اهلا بيكم. اهلا بيكي. وانا سعيده جدا بالحاجات اللي انا شايفاها قدامي دي، بس عايز اعرف في البدايه فكره مشروعك للصناعات اليدويه جه ازاي؟ وانا اول ما اتخرجت خريجه كليه هندسه. هندسه؟ هندسه انا شغاله مهندسه دلوقتي. قسم ايه بقى؟ احنا هندسه طبيه. هندسه طبيه، اوكي. بس اول ما اتخرجت لقيت صعوبه شويه ان الاقي شغل. قعدت فتره شويه في البيت. انا بحب اصلا الهاند ميد وكنت بعرف اعمل كروشيه اكسسوارات وكده. فبدات اشتغل انا لوحدي، اجرب حاجات من اليوتيوب واشوف حاجات كتيره. بس بعدين بعد فتره لقيت نزلت بقى انا معارض، اشوف الناس عاجبها شغلي وانا شغاله كويس ولا لا، الديزاينز بتاعتي الناس عجباهم ولا لا. فلقيت في اقبال وبدات في ناس تشتري مني. بس بعدين ربنا وفقني واشتغلت، فقلت لا، طب انا اكيد في ناس كتير تعرضت لنفس الموقف اللي انا اتحطيت فيه. فقلت انا ممكن ابتدي اعمل workshops في الحاجات اللي انا بعرفها، واستعين باصحابي كتير اللي انا اعرفهم برضو بيعرفوا يعملوا حاجات هاند ميد. طب وتخصصتي في ايه قوي؟ يعني ايه الحاجات اللي انت تقدري تخصصتي فيها قوي؟ الكروشيه اكتر حاجه. كروشيه عشان ده يعني كنت عارفاه كويس جدا بقى من ايام المدرسه والحاجات بتاعتي. اوكي. او بعد كده الاكسسوارات برضو مع الوقت عرفت برضو حاجات كويسه عنها. بيساعدك اليوتيوب والحاجات. اليوتيوب طبعا بيساعد اي حد في الاول. بالظبط. بعد كده بقيت الحاجات تيجي بقى من الخبره ونزول المعارض وانك تشوفي شغل ناس تانية وتشوفي تصميمات كتير فيجيلك افكار، فكل ده كان بيساعد. طيب بالنسبه لك انت كمان ايه اللي خلاكي تتجهي لتصميم الاكسسوارات او تصميم الديكورات المنزليه؟ وانا مصممه اكسسوار. انا في الاول برضو كان نفس الفكره، اتخرجت اشتغلت شويه في الصحافه بعد كده ما كملتش. قعدت شويه في البيت فبدات ادور على فكره ان انا اعملها يبقى مشروع بتاعي، ملوش دعوه بقى انا عندي شغل او لا، يبقى حاجه جنب شغلي وحاجه كمان شغلي انت بتحبيها. حاجه انا بحبها وفي نفس الوقت هو مشروع بتاعي انا، مفيش حد فيه مديري او حد مسؤول عني فيه، انا المسؤول عن الموضوع كله من البدايه. ساعتها لقيت منتجي كانوا عاملين ورك شوب كانت للاكسسوار. بدات معاهم، كنت انا في اول ورشه ليهم هم عملوها. دلوقتي انا بقى لي سنتين معاهم، بدات بقى خلاص طلعت منتجات بقى ليا المشروع بتاعي معاهم، بسوق معاهم، موجوده وموجودين في الجاليري بتاعنا وكل حاجه تمام. طب لو عرضنا حاجه حاجه من الحاجات اللي موجوده معانا، لان هم كلهم حاجات مختلفه، نبدا بايه؟ اللي يعجبك اختاري حاجه زي ما انتوا عايزين. يعني اختاري حاجه من موجوده. الازازه مثلا. ازازه هي ازازه عاديه. احنا جات لنا فكره، كنا في رمضان فحبينا نعمل حاجه ليها علاقه برمضان. فكانت فكره الليله الكبيره، هي ليها برضو طقم كامل، ليها الكوبايات بتاعتها. وده رسم كله هاند ميد؟ ده كله رسم على الازاز، رسم حر كمان. مش شافين او حاجه، لا هو رسم حر. انا نرسم بالفرشه وكده. بس وليها كمان الطقم بتاعها كوليكشن كامل، الكوبايات بتاعت الشخصيات بتاعت الليله الكبيره والازازه. هو تنفع عادي تستخدم شرب، يعني حد يستخدمها كديكور او يستخدمها برضو في البيت عادي جدا. اوكي. ومعانا برضو صور هنا. دي برضو كوبايات احنا كنا جايباها رسمت عليها اللي فاتت. دي كانت فكره ان انا ارسم حاجات من النوبه. فكانت الرسومات اللي عليها كلها صور كنت اخداها في النوبه ورسمتها على الكوبايات. دي شخصيه كرتونيه موانا طبعا. ايوه بالظبط. طب انا عايز اعرف فعلا فكره ان التصميمات مختلفة وبتدمجي كذا نوع قماش او ازاز، او الفكرة نفسها بتبدأ ازاي معاكي؟ يعني
واحنا دايما لما بننزل مثلا سوق بنجيب خامات بنلاقي نفسنا احنا مدمنين الهاند ميد بالظبط. بتلاقينا بنشتري خامات كتيره قوي قوي، الاقي اه لا دي شكلها حلو دي شكلها حلو، وبعدين ممكن بعد كده انا بحط بقى كل حاجه من بعض، ايه يليق مع ايه، ممكن احط ايه، واقعد اجرب. ممكن تجيلي اشوف صوره مثلا زي ما اقول لك اللي فاتت دي كانت من نوبه، شفت الرسومات شكلها عجبني، طب خلاص هحطها على الكوبايات، مره ممكن احطها على شنطه. أيوة. يعني كده انقي حاجات من اللي انا شايفاها حواليا واعملها مثلا منظر طبيعي، ورده بتاع كده. بص دي برده شنطه لذيذه جدا، كلاس حلو قوي. ايه ده؟ من قماش الدك، قماش بتاع الخياميه. ايوه واحنا اللي مفصلينها برده ورسمين عليها بالفرشه الوان قماش. الله حلو قوي، ده برضو يعني فكره بسيطه جدا. ما هو ده دايما اللي انا بحاول احس الناس اللي معايا في المشروع، يعني ابسط حاجات ممكن تطلع حاجه فنيه جميله تعجب الناس، مش لازم الدنيا تبقى معقده يعني. صحيح، ما هي كلها حاجات بسيطه، بس حاجات كلها بسيطه جدا ومتاحه حوالينا. اه بالظبط، وهي افكار يعني. حتى النوت بوك دي ايوه انا عرضتها عندي على الكاميرا قدام. اه يعني دي برضو فكرتها بسيطه، ورق اتخيطت على مكانة الخياطة واتطرزت بالإيد، الرسمة اللي في النص دي وفي يونكة بالستان والورق جواها، جايبين ورق وتقص عند الراجل قصونا مظبوط وبيتجمع ويتعمل مظبوط. حلوة قوي. بس قطعة يعني هي فكرتها، هي أحسن حاجة فيها الفكرة يعني. احنا لما بنيجي بنبيعها بنبيع فكرة، بتبيعي منتج شكله حلو قوي، واحدة قاعدة في البيت هي اللي عاملاه. يعني كل المنتجات دي الستات اللي في البيت هم اللي عاملينها. كل واحده بقى من بيتها بتنزل تلف، ممكن تلاقي حاجه في البيت مش محتاجاها خالص، ده طبعا ممكن اطلع منها منتج. بالظبط، ما دي بقى الحاجات الكرييتيف اللي ممكن تطلع. انت في ناس كتير قوي بتبقى شايفه ان عندها حاجات كتير قوي في البيت، بس ممكن ازاي تعملها ريسايكلينج او تعملها اعاده تدوير مره تانية تقدر تستفيد منها. بالظبط، وتجدد من ديكور بيتها. طب لو عايز اعرف بالنسبه لك برضو وبالنسبه لكم انتوا الاثنين اهميه ورش تعليم الصناعات اليدويه، لان انا متخيل ان اكيد في صعوبات كثيره جدا بتواجهكم، سواء عماله سواء وجود خامات، انا مش متاكده قوي، عايز اعرف منكم اكتر واهميه وجود ورش لتعليم الفنون اليدويه، او حتى كمان يكون في فكره المدينه مثلا. انا بحلم بمدينه للصناعات اليدويه في مصر. واحنا اول لما ابتدينا يعني هو انا حاليا لوحدي في المشروع، اول ما ابتديت كان المكان طبعا مش عارفه اروح فين ادي فين الورش اللي انا عايزه اعملها دي، فبدات ادور على وركينج سبيسز ادي فيها، اجر المكان واجمع الناس وندي في المكان ده. مع الوقت لقينا بقى في صعوبه ان الناس توصل لنا، يعني ممكن ابقى في الدقي ناس عايز تيجي من مصر الجديده من المعادي، طب ماشي هحاول. بدانا نتنقل بعد كده مشكله الخامات، هي دي ورشه كنا في شبرمنت. هي اساس المشروع بتاعنا ان احنا نحاول نوصل لاكبر عدد من السيدات ونساعدهم ان هم يبتدوا مشاريعهم من البيت. حلو قوي. يعني الناس في شبرمنت ما بتقدرش تخرج، ممنوع يخرجوا، ما بيخرجوش من بره حدود بيتهم، بره القريه بتاعتهم. فاحنا رحنا وديناهم علمناهم النول يشتغلوا شغل نسيج، يعني ده من الشغل بتاعهم. ممكن وده كمان، والخدادية دي كمان، وفي شغل تاني عندنا برضو في الجبل. حلو قوي دي كمان. يعني ده انتاجهم، والخامات برضو كلها مصريه ومتوفره، يعني مش خامات. يعني احنا برضو بحاول ان انا ما اشتغلش بخامات غاليه قوي، لان دايما انا عايزه حد يبتدي مشروعه، فمش هيبتدي ما معهوش راس مال كبير. يعني ممكن واحده تبتدي مشروعها ب 100 جنيه مثلا، تشتري خيط او تشتري خامات تقدر تعمل بيهم حاجات كتيره قوي، مجرد ما تبيعهم بيرجع لها ضعفين او ثلاث اضعاف اللي هي اشتريته. طبعا. الشنطه اللي معانا هنا كمان دي خوص، وبرده دي رسم برده حر برده، مفيش فيها حاجه، خوص عادي اللي موجود عندنا في مصر، مش صعب. بس هي نفس برده الالوان اللي موجوده على الشنط عندنا. ودي بقى في برده شنطه تانية جنبها. الشنطه اللي جنبها دي برده من قماش الدك بتاع الخياميه، والوجه بتاعها جلد، ودي مرسوم عليها برده. صح، دي مرسومه برده بالالوان. حلوه قوي. انت عارفه الحلو اللي فيه ايه كمان؟ ان هي حاجه تحسيها يونيك او مختلفه، لان كل واحد بيطلع الحاجه اللي حاسسها او الحاجه اللي حاببها. بالظبط، فبيبقاش كل واحد لابس الحاجه شبه التاني. ما هو دي حاجه مهمه، ما حد بيشتري حاجه هاند ميد بيبقى ضامن ان هي
واحده وان بيس، مفيش حاجه تتكرر. يعني لو حبيت اكرر اي رسمه مش عمرها ما هتطلع تاني. أيوة مش هتطلع بالظبط، يمكن تبقى فيها زيادات تغييرات بس عمرها ما هتطلع تاني. فهو ده يعني لما حد بيشتري بيبقى مقدر القطعه اللي هو واخدها. عملتوا كمان فين ورك شوبس تانيين؟ اصل انا مهتمه جدا فكره ان انتوا تروحوا للستات في الاماكن وتعلموهم حرفه يدويه يقدروا يعملوها بحاجات بامكانيات بسيطه جدا. فانت رحتوا شبرمنت وشفنا الانتاج، رحتوا فين تاني؟ رحنا شبرمنت، كان في حاجات بنعملها خلال الايفنتس. كان في ايفنت ذوي احتياجات الخاصه تبع ادهم الكاشف، ده برضو علمنا فيه ناس. يعني لو الصور عندكم هتلاقوا الورك شوب فيه. الورك شوبس بقى التانيه كنا بنتنقل معادي، الدقي، مصر الجديده كده. الناس كانت بتملى الابلكيشن بتقول لنا هي ظروفها ايه وبنديها الورك شوب. احنا بدأنا كل الورك بتاعتنا كلها فري، ما فيش كان اي دخل منها. الناس اللي بتيجي تتدرب بننزلها معارض، بنعرض الشغل بتاعها اونلاين. متهيألي المعارض دي مهمة جدا طبعا. يعني ممكن اعرف منك كمان اهمية وجود المعارض او زي المشاركه بالمعارض المخصصه للصناعات اليدويه، بتعتبر خطوه جيده جدا لاي مشروع انه يعرض حاجته. هي الفكره ان الناس اللي جايه المعرض جايه عشان تتفرج على برودكت كويس، مخدوم حلو قوي، في نفس الوقت جديد، جايين هم عايزين يتفرجوا عايزين يشتروا. فانت بتوفري لهم كل ده اكتر من برودكت واكتر من مجموعه عمل بالظبط في مكان واحد. فانت كده وفرتي عليهم ان هم يقعدوا بقى يدوروا هنا او هنا، محل في مكان مثلا في المعادي ومحل تاني في مصر الجديده. لا انت جمعتي كله في مكان واحد بالظبط. وبيدي فرصه للتنافس ان انت كل واحد بيطلع احسن ما عنده في الشغل عشان يبقى فيه جذب ليه على الناس الثانيه. الناس اللي جايه مش هتختار، يعني انا ممكن اشوف اتنين برودكت نفس الفكره او قريبه من بعض، ايه اللي هيفرق؟ تقفيله مثلا المنتج ده، ان الالوان هنا زاهيه، الالوان هنا مظبوطه، الشغل هنا مظبوط اكتر. لان انك تظبطي شغل مثلا، لو هتكلم عن نفسي، لو اكسسوارز تظبطيه بالايد، لان في حاجات انت مش بتشتريها قطع، لا انت مثلا بتشكليها بايدك. قوي في العمل يعني، متهيألي احنا في حاجات كتير الهاند ميد كده. لما كنا بنسمع يقول لك الله دي هاند ميد، يعني هاند ميد دي المفروض تدفع فيها فلوس اكتر من اي حاجه ثانيه. صح، يعني فيها مبذول وقت ومجهود و وباشن وكل حاجه، يعني انك تعملي حاجه بايدك بدل ما تشتري حاجه مصنوعه بحب. يعني جمهور المعارض يجي، يعني هو بيجي بيبقى جاي عارف، هو فاهم قوي الشغل، تلاقيه بيناقشك انت، طب انت دي مش عارفه، طب هي ازاي كده، او مثلا دي فيها حاجه مثلا حاسس انها مش مظبوطه، فانت تبتدي تقولي لا هي معموله كذا عشان انا بتعبر عن كذا مثلا. ايوه بسمة ناصر ومريم ياسر بشكركم جدا، انا وقتي خلص مش عارفه ازاي ما حسيتش اساسا. وبشكركم جدا على كل اللي بتقدموه، وبشكرك اكتر كمان ان الورك شوبس اللي بتديها للناس الاول ببلاش، وانك تقدري تساعدي ستات كتيره جدا او اي حد عايز يبدا مشروعه او بامكانيات بسيطه بس يقدر ان هو يعمل منتج من بيته او حتى وهي قاعده، بدل ما تبقى قاعده بتضيع وقتها في النميمه او في اي حاجه ثانيه مالهاش اي لازمه. بشكركم جدا جدا، وبتمنى لكم التوفيق، وبتمنى ان انتاجكم يوصل لكل حته ان شاء الله. شكرا لك. فاصل سريع ونكمل باقي، مفيش فقرات خلاص خلصناها، بس هقابلكم انا واشرب بقى.